انت بتقولي انت عايش في الحياة ليه مادام انت كده زيك زي الحيوان؟ اه مساء الخير، انا زي الحيوان. استعنتوا المجد وانا قاعد هنا مستنيكم. احنا فينا حل، احنا فينا حل، احنا فينا حل، احنا بصي جابنا كده. شكرا على الاضافة، قالت لك مع احترامي. عارف انت الناس يعني ليا، الناس قرايبي ما علينا هو مين، يقول لي مع احترام لك، اول ما يقول مع احترام لك اعرف ان هو يشتمني بامي والله. قلت لك مع احترامي لك واسفه سوري في اللفظ، زينا زي الحيوانات. لا مش زينا زي الحيوانات، لا. ايوه انا زي الحيوانات. شكرا. هو الانسان ايه اصلا يعني غير كل سنه طيبه؟ وبمناسبه النهارده يوم السبت العظيم، السؤال ده مهم قوي وانا هجاوبك اجابه مختصره جدا. ازاي تبني نفسك وازاي تطور من ذاتك وتبقى زي كده عظمة؟ مش لاقي اكل الحمد لله. بص يا ابن قلبي، اول حاجة ما تعملش زيي، يعني دماغك دي ما تبقى بص، في ناس بتقول لك لازم تبقى مغامر ولازم تبقى بتنط في البحر وبتاع، الكلام ده حلو صح، انا بعمله ودي دماغي، بس هتخسرك كتير. فتبقى زي كده، في يوم من الايام ممكن تكون غني جدا ومرتاح قوي ومعاك فلوس بترميها في كل حته، وفي يوم من الايام ممكن بتلاقيش تاكل لا لا لا، في الايام الفتره دي بقى لي سنتين ثلاثه يعني، وفي ايام كنت مريح. المهم بقى في اللوكشه دي ايه؟ ان انت تشتغل عليه، اعمل فلوس بلا قرايه بلا زراعه بلا تجاره بلا فلوس، ماني ستوكينج، اعمل نفسك وبعد كده ابتدي بقى لملم الباقي. انت بتقولي انت عايش في الحياه ليه مادام انت كده زيك زي الحيوان؟ اه مساء الخير، انا زي الحيوان. استعنتوا المجد وانا قاعد هنا مستنيكم. احنا فينا حل، احنا فينا حل، احنا فينا حل، احنا بصي جابنا كده. شكرا على الاضافه، قالت لك مع احترامي. عارف انت الناس يعني ليا، الناس قرايبي ما علينا هو مين، يقول لي مع احترام لك، اول ما يقول مع احترام لك اعرف ان هو يشتمني بامي والله. قلت لك مع احترامي لك واسفه سوري في اللفظ، زينا زي الحيوانات. لا مش زينا زي الحيوانات، لا. ايوه انا زي الحيوانات. شكرا. هو الانسان ايه اصلا يعني غير كل سنه طيبه؟ وبمناسبه النهارده يوم السبت العظيم، انا بحاول اكلمك بس انت ما بتردش على المسجات، اتمنى تكون بخير، ما تخافش، موضوع عمليه وقت ترجع طبيعي تاني، احبك. انا مش عارف ده صح اقوله ولا لا، بس انا هقوله عشان يوطد العلاقه، يعني يثبت ان في ناس كويسه مع الناس، يعني يثبت ان في ناس مش عارف، بس مش عايز اتاجر بيها يعني. قال لك فيديو ده تفاهم. انا ابويا بيعمل مادة رحمن بقاله 17 سنه، من 1997، وامي هي اللي بتعمل الاكل، واحنا وانا بقعد اودي الحلل واجيب في الحلل واودي الحلل واجيب في الحلل. بس هي طبعا على قد يعني، احنا مش ما بنعملش حاجه ضخمه قوي، بس بنعمل على قد بس. ف ده بيثبت نظريه ان الشعب ده كله في الكنافه يعني فعلا. يعني انا قلت قبل كده بس مش عارف الناس هتفهمها صح ولا لا، في مصر يعني في ناس كتيره. اه شكرا شكرا، خلاص كتم على كده وهي كده جوبرت. المهم ان احنا لازم نحب بعضينا يا جدعان والدنيا بتمشي، وانا اكلت على بواقت كتير قوي، كنت باكل في مناطق ايه اللي كتير. خلاني مقتنع بديني؟ آه السؤال ده مهم قوي وجوهري جوهري، وهقوله لك يا باشا. انا طلعت مسيحي. والله بس كده، هو دي الاجابة. يا عم صل على النبي، الدنيا بتمشي زي الفل والله العظيم. وقريت قريت كتير قوي وبتاع، والدنيا لطيفة يعني. انا اصلا قريت في كله، مش في كله طبعا لان ما فيش حد بيعرف يقرا في كله، بس انا قريت شوية حلوين يعني. فباشا انا ابويا وامي مسيحيين، اطلع ايه هندوسي؟ مع احترامي ليكي واحترام مايكل راشد يعني، ولا مؤاخذة في الكلمة، دي اشكال ذكية. قال لك العالم بقر. ايوه بقر. على الله. لا برافو عليك، انت في سن لطيف وشاطر ان انت بتقري. تعالى دور لك على كتاب. الشياطين، لا اسف مش الاله، لا ده الاعمى، لا كيف، لا ده دي، يا نهار اسود ايه ده، كاميليا ايه؟ انا قريت ده المرحوم، تقري المرحوم.
لا 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 ده برضو كومن، لا برضو شقابيب، لا ده انت تولعي في نفسك في شقابيب دي. استنى استنى والله بطور لك على موسم. لا اوعي تقري موسم. لا طب دي ايه دي؟ ايه دي؟ لا لا ده كان كتب. الزمن ده بتاع موسم. لا ده نكد برضو. لا 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 انطنطورية. قريت انا الطنطورية دي كانت رخمة. نادي السيارات. لا اوعي الرصد، الرصد. لا بس دي، لا لا دي رعب قوي. لا دي انا ما عنديش حاجة تنفع لك. كل كتب تجيب تخلف. ارض زيكولا، ارض زيكولا حلوه حلوه حلوه. خدي. لا لا بلاش دي برضه. ارض زيكولا اديها، ارض زيكولا والدنيا تمشي. شوف شوف رغم ان الاكونت لسه اهو ابتدى يشد حيله والريتش ابتدى يعلى، بس والله ما خسرها فيك البلوك. لا ارجوك اسمعني، لا مش قادر اتنفس. لا لا يا جدع اسمعني يا جدع. شفت حاجة؟ شفت حاجة صح؟ اوعى 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 خالتي ولا تخل. ما انا لازم ادوس على الكاميرا يعني. لا ده ما فيش حاجة وما فيش حاجة واقعة وكله في السليم. انت تعالى بس، انا هسلمك على الشهداء بدري بدري. مبروك عليك يا ابن قلبي. بص تخيل، عايز احلق دقني. مش مبروك عليك يا ابن قلبي، سلام على الشهداء وسلام على خالتك وكل اللي عندك، مبروك عليك. ايه كمية الناس اللي بتقبل الحرام عندي؟ انا كنت فاكر ان انت هتطلع تقول لا حرام لا. انا بعت لمصر يا كلها خلودة ليك. حبيبي. بص يا بص بص، انا في مكان عاملين النيش ديكور. لا الشيش ديكور. شوف اللي افترى. مبروك عليك يا بص يا عمور، بسم الله الرحمن الرحيم كده. الشكل ده اهم حاجه في الدنيا، ولبسك وبرفانك وساعتك وفلوسك وعربيتك وموبايلك. طب انت معكش عربيه يبقى معاك موبايل، معكش موبايل يبقى معاك محفظه لازم. جزمتك، حزامك، نوع المكان اللي انت قاعد فيه، لابك، فلوسك. استنى ده عمور راح اتوقع حاجه. الحاجات دي مهمه قوي. ماشي دي عند الناس التافهه. يالا والله العظيم دي عند الناس التافهه. انت بقى تعمل ايه؟ تشوف الناس دي اللي بتهتم بالحاجات دي وتبعد عنها. احنا يا باشا ناس على الله، وعايزين اللي بيفهم عقولنا وقلوبنا يكون حنينين على قلوبنا وعقولنا، مش على فلوسنا يعني، او مش على اللي معانا. لان انت النهارده معاك ده، ممكن بكره ما يبقاش معاك. فها تسيبني؟ يلا سيبني. فهمت التركه؟ اكتر حد تعرف ان هو بني ادم ضعيف للبنات اللي هي عامله، اللي هي وومن اندبندنت واللي هي قويه وبتاع، دول بتلاقيهم بسكويت 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 بسكويت. مش لازم يكون في كلام عشان نقوله، ممكن نتكلم بدون كلام اصلا. انا اصلا بفتح مكالمه ساعات واقعد 5 6 ساعات ما بتكلمش. كل اللي عارفني عارف كده. مش لازم نتكلم، مش لازم يكون ورا الكلام هدف. ممكن نقعد ساكتين زي ما فتح الفيديو دلوقتي وقعد ساكت. وحرفيا مش متمل والله العظيم يعني. ممكن اقعد افتح الفيديو كده 8 ساعات واقعد ساكت. انا طول عمري ساكت، مش مهتم بالكلام اصلا. فانا قاعد معاك اهو ساكت. يا امنية كل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليكي، وان شاء الله تكوني في اسعد حال. ايمان بتحبك قوي وانا كمان بحبك. يا بودة مفيش حد بيتغير عشان حد. يا بودة اللي ضحك عليك وقال لك ان هي هتتغير عشانك يا حبيبي كدب. يا صاحبي محدش بيتغير عشان حد، الناس بتفضل على وضعها وبيفضل عيوبها هي هي، وهي تقعد تحلف لك وتتقطع لك وتقعد تبيع لك الدنيا والدين وتقول لك بص انت المركب وانا الشراع والبحر الاعظم ده بتاع ابويا. في الاخر هي بتكذب. ليه عايزاك معاها؟ طيب ايه بقى الليلة؟ انت بقى اللي هي ابن الناس. هي الوضع ده، الوضع ده هتقدر تتكيف معاه؟ النكد ده تحبه يعني؟ انا كنت اعرف واحدة بتصبحني بنكد وتمسيني بنكد. كانت نكدة عليا وعلى اللي خلفوها والله العظيم زمان وانا في ثانويه عامه مثلا، وهي هي كانت منسجمه بكده وهي ده طبعها. فانا ما عرفتش انسجم، فقلت معلش انا اسف انا هنسحب من العلاقه.
ليه؟ لان هي عندها اوفر نكد، اوفر نكد هي كده. انت منسجم مش منسجم، سيبها في حالها تشوف حالها، تشوف واحد يحب النكد اي. لا هتلاقي هتلاقي انت بس اللي الوسطاني ده في المدعكه، اسمع كلامي والله، المدعكه الاخ الوسطاني ده درجه المدعكه، لا هو شاف اهتمام الاولاني ولا هو شاف دلع الاخراني، ودايما ها اخوك الكبير هينزل، طب ها الصغير، الصغير اللي نزله ويتو ده اطول مني، ده شخص ده لا نخاف عليه. بس خد بالك انا قاري كويس قوي عن الاخ الوسطاني، بيقول لك ان هو دايما ممكن يكون هو الفارق، وهو اللي عنده القياده، وهو اللي يعرف. طبعا في كبار شاطرين وصغيرين شاطرين وكل حاجه، بس بيقول لك ان ممكن نسبه حدوث ده بيكون اسرع واقوى في الوسطاني. فانا دايما مع فكره ان ربك بياخد من هنا بيدي هنا، يعني شفت ايام خرا تتعوض، ما تفهمش منين. يا ابن قلبي انا مش لاقي اي حاجه اكلها، فايه هقول لك هوريك اكله حلوه وسريعه وايه ومعجزه. استنى اوريك. بص يا اسطى، كان نفسي والله اطلع على الشيف الشربين واقعد ابهرك بالاكل اللي انا بعمله. معلش معلش، عشان انت تجيب حته فلامنك او حته رومي او حي دهي على دماغ اهلك وتحط ده على ده، بص الحمد لله. هي كده ان شاء الله اكون انبسطتوا معانا في البتاع اللي انا هببته ده. هو فلمانكا وموزة، تاكل ايه تاني بس؟ وكوباية مية. شكرا شكرا لكوباية المية اللي موجودة، حتى كوباية المية مش عايز اضحك. يا اخي الله يخرب بيوتنا يا اخي.